السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة جديدة إن شاء الله سوف نتحدث عن كيفية تفعيل بطاقة باينانس. كما سبق ونشرت لكم في هذه الحلقة بالذات على القناة كيف أن تحصل على البطاقة الخاصة بباينانس، البطاقة البنكية. كذلك نشرت لكم يعني على تويتر بين قوسين يعني حصولي على البطاقة، يعني وصلت إلي إلى البيت. في هذه الحلقة سوف نشرح كيفية تفعيلها على منصة باينانس، لكن لا تفوت هذه الحلقة، تحدي المليون دولار لا تفوت. رجاء سوف نبدأ مع بداية السنة الجديدة إن شاء الله تعالى، فيجب أن تعد الأموال وتدخل معنا بإذن الله في هذا أكبر تحدي عربي بإذن الله. قبل أن نبدأ، إذا كانت هذه أول مرة تشاهد هذه الحلقات، فالمرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عفوا لكي يصلك كل جديد بإذن الله تعالى. نمر إلى الحلقة إن شاء الله. تذهب على باينانس، ثم تذهب إلى فاينانس، وتذهب إلى كارت فيزا الخاصة بباينانس. هنا تطلب يعني البطاقة إذا لم تكن قد طلبتها من قبل، وحينما تصل إليك سوف تقوم هنا بالضغط على Activate votre carte أو Activate your card إذا كانت باللغة الإنجليزية، يعني أو تفعيل بطاقتك باللغة العربية، يعني حسب لغتك التي أنت مفعل عليها النظام الخاص بباينانس. نضغط على Activate. هنا سوف يطلب منك إدخال الرقم السري الخاص بك، يعني بطبيعة الحال سوف أخفي هذا الرقم دواعي أمنية بطبيعة الحال. ويأخذك فيليسيتاسيون، يعني أنه مبروك، لقد تم تفعيل بطاقتك. يعني هنا يعني درجة، يعني إذا كان هنا يقول لك إذا كان عندك اشتراكات مع البطاقة الفيرتشوال يعني نقلها سوف تمر يعني إلى يعني يجب أن يعني تفعل تلك الاشتراكات. أنا حاليا لم أفعل أي شيء على البطاقة، هي أصلا كما تشاهدون لم أملأها بعد، ولا سوف نملأها بعد مدة إن شاء الله تعالى. وهكذا تم تفعيل البطاقة بشكل كما ترون. هذه البطاقة الآن مفعلة ويمكن استخدامها في يعني في المتاجر والأماكن العامة إن شاء الله تعالى. أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد أفادتكم، لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك أو ديسلايك، ولا تنسوا مشاركة هذا المحتوى مع من يهتم به. فساهموا، بارك الله فيكم، في نشر هذا المحتوى، بارك الله فيكم، كي يصل إلى أكبر عدد ممكن. نريد أن يستفيد الناس، هنا يجب أن يستفيد الناس، خصوصا في هذا التحدي الذي سوف نبدأه إن شاء الله تعالى. نتوقف عند هذا الحد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.